أهلا بكم في صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي في العراق حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة أعزائي المشاهدين معنا من خلال الأرقام ومن خلال رسائل الواتساب القصيرة عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. نبدأ مع ملف وفاة اللاعب الدولي العراقي حيدر عبد الرزاق، حيث توفي في العاصمة العراقية بغداد فجر اليوم الأحد لاعب المنتخب العراقي السابق لكرة القدم حيدر عبد الرزاق، متأثرا بجراح كثيرة والتي تعرض لها جراء اعتداء حصل عليه من قبل أشخاص وسط العاصمة بغداد يوم الثلاثاء الماضي دون معرفة الجنات. ويعد اللاعب الدولي السابق الراحل حيدر عبد الرزاق من المدافعين المميزين في المنتخب الوطني العراقي، حيث سبق له أن شارك في فوز منتخب شباب العراق ببطولة شباب آسيا في عام 2000، كذلك كان من المساهمين في فوز المنتخب العراقي الوطني ببطولة أمم آسيا عام 2007، واحترف خارج الملاعب العراقية. ذكرت مصادر صحفية بأن النجم الراحل حيدر عبد الرزاق كان يمتلك ملعبا خماسيا، وقد كلف أحد الأشخاص بإدارته، وبينت هذه المصادر بأن ذلك الشخص عليه شكاوى مختلفة من قبل أهالي المنطقة، الأمر الذي دفع اللاعب الراحل حيدر عبد الرزاق لاحتواء الأمر وأبلغ الشخص بترك العمل في الملعب. وتطرح قضية الاعتداء على اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق تطرح الكثير من الأسئلة حول الوضع الأمني في بغداد بشكل خاص وفي العراق بشكل عام، وعن إفلات الجنات في كثير مثل هذه الحالات من العقاب وتسجيل مثل هذه الحوادث ضد مجهولين. استذكر عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي بعضا من مراحل اللاعب السابق الدولي في المنتخب الوطني العراقي وإنجازاته التي حققها باسم العراق. دعونا نتابع مقطعا فيديويا من ذاكرة اللاعب حيدر عبد الرزاق خلال احتفاله بالحصول على كأس آسيا في عام 2007 في إندونيسيا. كالبشر الحلو هذا، والله هسه انا رايح للعراق للشعب العراقي. تروح العراق ان شاء الله؟ نكون احنا يعني ان شاء الله نكون نوحد الشعب، كنا نبي وحده من اجل العراق. كالبشر الحلو هذا، والله هسه انا رايح للعراق للشعب العراقي. تروح العراق ان شاء الله؟ نكون احنا يعني ان شاء الله نكون نوحد الشعب، كنا نبي وحده من اجل العراق. وفي العاصمة بغداد شيع عراقيون صباح اليوم جثمان اللاعب الدولي العراقي السابق حيدر عبد الرزاق الذي توفي فجر اليوم بعد الاعتداء عليه من قبل ما قيل بأنهم مجهولون وسط العاصمة بغداد. فلنتابع جانبا من التشييع. رحم الله اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق. طبعا تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الحادثة المؤلمة تحت وسم حيدر عبد الرزاق على تويتر، ومنهم من غرد وقال حول هذه الحادثة آيات، قالت: هل تعلم لماذا قتل اللاعب الدولي حيدر عبد الرزاق الحسيني نجم منتخب العراق وأحد الحاصلين على كأس أمم آسيا؟ تقول: ميليشيات تابعة لفصيل مسلح تنازعت معه على ساحة كرة قدم يشتغل عليها الشهيد كمدرسة كروية. تقول آيات: أما مانع الشمري فغرد وقال: أحد نجوم جيل 2007 الذهبي الذين جلبوا كأس آسيا الوحيد للعراق يفارق الحياة في بلد
يأكل فيه القوي الضعيف. يقول لا رياضي ولا إعلامي ولا أي مواطن سلم من شركم. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، رحمه الله وغفر له. حمود قال حيدر عبد الرزاق الله يرحمه ويغفر له، عندما تطالب العراق أو يطالب العراق باستضافة الأحداث الرياضية فبالتأكيد يأتي الرفض لأن البلد غير آمن. يقول هل يعقل وجود عصابات وميليشيات في وجود جيش وطني ووزارة داخلية تعامل المواطنين سواسية؟ يقول هذا الأمر مفقود بالعراق. أما نور الدين فقال الله يرحمه، يقول بلد تايه وضايع حقوق الناس. يقول هسه هذا منو درى عنا؟ يقول لك مجهولين. والسلام عبد الرزاق أو حيدر عبد الرزاق. معنا أبو عبد الله من صلاح الدين. أبو عبد الله، تم الاعتداء على اللاعب الدولي العراقي السابق حيدر عبد الرزاق الأسبوع الماضي، تعرض إلى الضرب الشديد ويعني توفي اليوم. العراق يعني يفقد أبناءه، أطباء، قضاة، لاعبي كرة قدم، ويسجل الأمر ضد مجهول. ما رأيك؟ لماذا يسجل ضد مجهول؟ العاصمة بغداد تنتشر فيها كاميرات مراقبة، آلاف الكاميرات المراقبة، لماذا لم يتم إلقاء القبض على الجنات؟ السلام عليكم أستاذي. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو عبد الله. هاي مو أول جريمة تسجل ضد مجهول. نعم. ويسوي تحقيقات وكلها كذب بكذب. قبل أكو صارت مجزرة فوق سامرة، الفلاحات اللي يسموها المنطقة، الفلاحات الفلاحات. هم توحد تحقيق وكذب بكذب. قبلها بعوينات الزلاية على واجهة مكيشيفة. هم توحد وكذب بكذب. عندي هاي الحالة حالة راحوا للنسو. يعني ماكو كل شيء. شنو والله هسه ماكو ضجة إعلامية وضجة كلها. وشلون انقتل وشلون ضد مجهول. ورا أسبوع في هاي الشغلة. حالة للنسو. حاله اعتقد ان المغيبين ماكو. المغيبين هسه هم ينتظروهم. يقول لك بكر يوم بكر بدتي وخلى كذب بكذب. لان دوله ما تقدر تحاسب. لان بس في هاي مو دوله. لان هاي الميليشيات عصابات هي تحاسب الدوله. هي تحاسب الكاظمي، هي تمشي الكاظمي. والكاظمي يمشيها. هذا الكاظمي والحلبوسي وغير الحلبوسي واعضاء برلمان كلهم وحدين الشيطان. من تجي تحكي وياه يقول لك انت عندك برلمان او عندك اي مقام. قال هسه انت ارجع قلب وشوف هسه اكو محافظات مدير ناحيه ما فيها قبل على المقام، يعني ماكو سلسله مراجع. كلها بكيفه. انت ابو عبد الله شفت الصور من كان اللاعب الله يرحمه حيدر عبد الرزاق بالمستشفى؟ شفت وضع المستشفى قد تعبان؟ لا والله أفنجة. يعني كانت الصور اللي تم تناقلها عبر منصات التواصل الاجتماعي لصورة اللاعب الراحل الدولي حيدر عبد الرزاق في مستشفى متهالكة، وطبعا زار وزير الرياضة والشباب عدنان درجال. يعني إذا كان هذا لاعب دولي ويعني قدم إلى العراق ألقاب ومنها كأس آسيا 2007 يوضع في مثل هذه المستشفى، فما بال حال المواطن العراقي العادي؟ العراق عادي ما حد يدير له بال أستاذ العزيز. وهم يدمرون رموز العراق. يعني انت لو تراجع الدكتور علي الاعتماد مو موجود بالعراق، طلع برا. المهندس برا، يعني كلها برا. نعم. هسه ظلت ناس يشوف. يعني عندك هسه تسريب الاسئله مال الامتحانات، تفشيل التدريب. ليش يريد يرجعونه ما قبل التاريخ مال التاريخ، ما قبل التاريخ مال حمرابي. نعم. شكرا لك ابو عبد الله من صلاح الدين كان معنا. كرار من الناصريه. كرار، العراق خسر لاعب دولي وهو حيدر عبد الرزاق بسبب اعتداء ما قيل بانهم مجهولون
في العاصمة بغداد، اعتدوا عليه بالضرب يوم الثلاثاء الماضي. اليوم توفي رحمه الله وتم تشييعه في العاصمة بغداد. تعليقك حول الموضوع. نعم استاذ، اولا تحيه لقناة جمهور رافدين للاستاذ كله. بالنسبه للاعب اللي اعتدت عليه مجموعه اللي اعتدت عليه، يعني احنا اليوم نشوف الحكومه العراقيه والدوله العراقيه لا يحكمها قانون ولا يحكمها زي ما تقول عشيره او طائفه او شيخ معمم او رجل دين. يعني نشوف العراق يعني ما في كل قانون، ما في يعني لا في قانون مثل ما تقول الخاطر يحكمه، لا نعرف متجهين يعني الى اي. يعني اليوم زي نشوف لاعب دولي معروف على مستوى العالم وما نعرف شنو نتيجه القتل مالته، لا نعرف مسلحه او عشائريه او شغله، ما نعرف. يعني العراق الى اين ذاهب؟ يعني لاكو دوله مثل ما تقول تجرم هذه الاشياء. جاي نشوف احنا بالمناطق اللي جاي نشوف جاي تسبب دقات حشائريه، جاي نشوف اللي جاي يصير مثل ما تقول هواي يعني يوم شغلات خارقه للقانون. يعني هين القانون من هاي الشغلات اللي جاي يبحثون بها الجماعات؟ نعم نعم معك استمر اخي كرار. نعم واين هذا اللي الشيء اللي جاي نشوفه؟ جاي نشوف حالات الاعتداء جاي تصير على المواطن العراقي، يعني بين شخص وشخص. اذا لو كان اكو قانون قوي وكان اكو قانون رادع لهاي المسائل، هل يكون اليوم الشخص يتعدى على شخص ثاني؟ اكيد ما يصير. بس غياب الدوله وغياب القانون يتيح الفرصه لان الجهات ان تصول وتجول عن اي شخص احتمال يخالفهم برضه او احتمال يعني يسرع عنه وقاعد تصريح ويعتدون عليه بالضبط. ليش اغلب الحوادث اللي تصير بالعراق مثل ما صار مع اللاعب الراحل حيدر عبد الرزاق تسجل ضد مجهولين؟ يعني هذه العبارة نسمعها احنا دائما بالعراق منذ العام 2003، ضد مجهولين، عصابة مجهولة، تم قتل شخص من قبل أطراف مجهولة. شنو مجهولة؟ وين دور الأمن؟ وين دور وزارة الداخلية بتحديد هذا الأمر؟ احنا لو نرجع للخلف شوية على ثورة تشرين صار لهواي هالثوره ما صار لها تقريبا كم سنه. في اغتال المحلل السياسي جان الهاشمي. نعم. اللي اغتال الشهيد ريهام يعقوب. اللي اغتالوا الناشطين اللي طالت الناشطين اللي طلعوا برا. من هم ذولي؟ شنو هم ذولي؟ هل هم اليوم الصحفي احمد عبد الصمد اللي مات؟ وين هم ذولي؟ حاسبوا انتفضوا الدوله العراقيه ما بيت القانون. المواطن العراقي اليوم من على حياته من يطلع، يعني هو اليوم يطلع المواطن العراقي يطلع من الصبح يتشغل على روحه ويطلع، خلينا نقول احنا بصوره عامه يتشغل على روحه ويطلع، يعني ما يقدر يرجع لاهله او ما يرجع لاهله او تصير به. يعني ليش؟ لان غياب الدوله، غياب القانون، لا قانون رادع لهذه، لا قانون يعرف هذا ميليشياوي هذا تابع للدوله، ما نعرف احنا اليوم عندنا وحدة الدولة، الأشياء المسلحة الدولة، الناس اللي ما تعرف، وبالتالي يروح أبسط شيء صار ودم العراق يروح دمر. شكرا لك كرار من الناصرية كان معنا. دعونا نذهب إلى ملف آخر أعزائي المشاهدين من ملفات حلقة صوتكم لهذا اليوم، ومع ملف الكهرباء في العراق. الكهرباء، وما أدراكم ما الكهرباء في العراق؟ الكابوس الذي يلاحق العراقيين منذ 19 عاما وبمختلف الفصول وأشدها في فصل الصيف، حيث تبلغ درجات الحرارة مستويات عالية تفوق 50 درجة مئوية. يرزخ العراقيون تحت عذاب فقدان الكهرباء والوعود الحكومية الكاذبة بحل هذا الملف. أصبحت مشكلة الكهرباء لدى العراقيين مشكلة لا يمكن حلها بوجود هذه الطبقة السياسية إلا بإزالتها بشكل كامل كما يقول العراقيون. حتى أصبحت حياة المواطنين على المحك بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء في أماكن مهمة كالمستشفيات وفي صالات العمليات وفي غيرها من الأمور الحياتية المهمة. مقطع مصور يظهر الحالة المأساوية في قسم الحروق في مستشفى الموصل بمحافظة نينوى إثر انقطاع الكهرباء وتوقف عمل منظومة التكييف المركزي. فلنتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي
في العراق. نبقى في ملف الكهرباء، وبالوقت الذي يتعذب فيه مرضى قسم الحروق في مستشفى الموصل، نعود إلى تصريح لوزير الكهرباء في حكومة مصطفى الكاظمي عادل كريم خلال الأيام القليلة الماضية على إحدى الفضائيات. قال: سنقوم بتزويد المواطن العراقي 24 ساعة من الكهرباء، وسيصبح لدينا فائض في الإنتاج. العراقيون قالوا: ما أشبه اليوم بالبارحة، وشبهوا هذا التصريح بتصريح وزير الكهرباء الأسبق حسين الشهرستاني عندما قال في عام 2013، قال: سنصدر الكهرباء إلى دول الجوار. دعونا نتابع تصريح وزير الكهرباء الحالي ماذا قال. هاي المحطات هي بصراحة محطات مهمة، ويجوز المواطن العراقي ما يعرف هذا توليد الطاقة، لا هذا التوزيع للطاقة. أنا من أنقل طاقة من مدينة إلى مدينة ومن محطة إلى محطة، يحتاج أن أوفر المواطن أنزل الفولتية وأوصل لداخل البيت. إحنا المحطات الكبيرة الزيادة بالطاقة، أحكي لك إجمالي من خلال سنوات، وهذه سنة سوينا في محطات 33 داعش غيفي نسبة الزيادة 97%. أنشأنا 412 محطة جديدة. في محطات 33/11 أنشأنا 179 محطة. في عدد المغذيات زيادة المغذي يعني الفيدر اللي ننطي للمواطن، نسبة الزيادة 256% من الكانون الموجود. احنا الآن إذا بهذه المحطات، هاي طبعا أرقام 400 و100، إذا احنا نولد بحدود 50,000 ميجاوات، الآن عندنا راحة كبيرة جدا بالنقل والتوزيع للمواطن. يعني أنا حكيت لك عندي 35,000 ميجاوات راح أنطي 24 ساعة كهرباء للمواطن العراقي. إذا الآن عندي 35,000 ميجاوات توليد، براحة البال ممكن أوزع على كافة أنحاء العراق وبدون أي مشكلة تذكر. مع هذا لدينا خطة مستقبلية للتوسع أكبر وأكبر حتى يصير عندنا راحة أكثر. أبو سرمد من محافظة بابل، أبو سرمد كيف هي الكهرباء لديكم؟ أهلا بك. ألو. أهلا أبو سرمد. أبو سرمد هل تسمعني؟ أيوة وياك. أبو سرمد تفضل، بدنا نتحدث على ملف الكهرباء حاليا. شلونك يا عيني؟ أهلا بك، تفضل. شلونك ابن عمي؟ اهلا وسهلا بك، تفضل. شلونك ابن عمي؟ مفتهمنا ابو سرمد، بدنا نتكلم على ملف الكهرباء. عندكم كهرباء؟ شلون الكهرباء يمكم؟ دمرونا بها الكهرباء ساعتين بساعتين. نعم، وزير الكهرباء عنده تصريح يقول 24 ساعه راح نعطيها للمواطن. حش السامع ولا يقول بوجهه يا ابن عمي، والله يا وزير الكهرباء يا هاي كهرباء، وينك الكهرباء؟ دمرونا بالكهرباء ودلنا على الحشر سامع. نعم زين أبو سرمد، مصطفى الكاظمي قال العام الماضي رئيس الوزراء قال العراق صرف 80 مليار دولار على الكهرباء من العام 2003. يعني معقول هذا المبلغ الكبير ما يقدر يوفر كهرباء للعراقيين؟ وين راحت هاي الفلوس؟ شنو الكهرباء علم الفضاء؟ ليش ما يوفرون الكهرباء للعراقيين؟ أبو سرمد تسمعني؟ يبدو أن الاتصال فقدناه مع أبو سرمد من
بابل. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي على منصة فيسبوك حول ملف الكهرباء ومعاناة المواطن العراقي مع هذا الملف. حسن العراقي يقول: قالها قبلك الشهرستاني إن صدر الكهرباء سنة 2014. أما دكتور باسم المعاضيدي فقال الرجل صادق في كلامه، حيث لم يحدد القرن الذي سيأتي به هذا اليوم. أما لقاء فقال والله قالوها قبلك كثيرون وما وفوا من قبل 20 سنة، ولحد الآن دول الجوار ينتظرون كهرباء من العراق ويضحك. أما خلود فقالت ترى شبعنا من هذا الحكي مع الأسف، صار 20 سنة نفس اللغوة ولا أكو تنفيذ لأي خطة مستقبلية ولا أكو مشاريع. نعم، معنا أم وسام من الطارمية. أم وسام، كيف هي الكهرباء لديكم؟ تفضل يا أم وسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شانك بعد؟ يا هلا بيش، حياك. الكهرباء زفت ست مرة، ما تفيد. ما تفيد. بس احنا اولا نحكي على الذول المسجونين شنو ذنبهم. يعني اليوم جابوا لنا واحد صار له 3 شهور مسرحين اسمه، يعني طالع طالعينه وهو بالسجن، ليش اليوم مات؟ ها يعني هو انهى محكوميته قبل 3 شهور. ها صار 3 شهور مطينا هذا، يعني خلص المحكوميه مالته، جابوا لأهله اليوم، شنو ذنبهم دول يا اهله؟ نعم، شو اسمه هذا؟ يعني صح تقول امه، شو اسمه هذا؟ قالت مرته، قالوا اطفاله، شنو ذنبهم؟ نعم، ولدنا بالناصريه من الحر، هسه احنا هنا ببيوتنا وحاره، بعد هم شلون هناك؟ الله يعينهم. الله يعين على المساجين، واحنا نترجى من الكاظمي من برهم صالح يحطونا عفو كافي عادينا، ملت ارواحنا من عندهم، من الحلبوسي شو بس يحجون وكذب وبكذب، ما لا حكايه نفذوا لنا صدق ولا حكايه، كل شيء ما نفذوا صحيح. يعني صار العفو والله هسه بعد ما قرروا، بعد ما وقعوا، بعد ما ادري شنو، شنو قصتهم يعني ويانا؟ شنو قصتهم؟ شنو قصتهم ويانا؟ يعني اللي موتون ولدنا واحد ورا الاخ؟ هسه تعال شوف اهلهم سخطي عاد عندهم بيتهم، شنو يعني شنو ذنبهم؟ والله تعبنا خاله، يعني ذاك اسبوعاني بالناصيه والله متت يلا وصلت، وحاره وتراب والقاع تراب، تقعد بالقاع تراب، جيت لك قاعده مال اوادم ما تقدر تقعد، شنو ذنبنا؟ انا اقول لك الولد معاملتهم والله على الراس، الجيش غير بصراحه. بس يعني شنو بهدلتهم؟ شنو ذول ولدنا؟ شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم؟ يعني والله تعبنا خاله، وفلوس ماكو، قوه تدبر العيشه، قوه تدبر الروحه. والله بهاي الزياره واجهتي ام وسام؟ تسمعي؟ في خير وديان ورحت بالله العظيم. اي دا اسمعك. اي من شفتي شلون وضعه؟ ما دا اسمع زين. اقول لك من شفتي ابنك بالسجن شلون وضعه من زرتي؟ لا والشكر عايشين الحمد لله والشكر، اهم شيء يقول انا طيب، يقول لا بالعربان ولا بالتربان، انا دفنت لي واحد بالتربان والاخ بالعربان، يعني شنو ذنبنا؟ اللي دافنا 2 واللي دافنا 3 واللي عندها 4 بالسجن، يعني خاف. تشبع. الله يعينكم، الله يعينكم. ام وسام من الطارمية كانت معنا. معنا ناصر من بغداد، تفضل ناصر. نتحدث عن ملف الكهرباء في العراق. ناصر هل تسمعني؟ ناصر؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع ناصر من بغداد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة من برنامجكم صوتكم وملفات عديدة على الساحة العراقية. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد، معنا اتصال أم أحمد من النجف. تفضلي أم أحمد، تحدثنا في الملف الأول حول وفاة اللاعب العراقي الدولي السابق حيدر عبد الرزاق بعد ضربه من قبل أشخاص في العاصمة بغداد، توفي اليوم. وفي الملف الثاني تحدثنا عن الكهرباء في العراق. تفضلي أم أحمد. أم أحمد، هل تسمعينني؟ أستاذ عمر، الصوت أصلاً تسمعيني؟ الآن تسمعيني أم أحمد؟ أم أحمد، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع... نعم أم أحمد، نعم. نذهب إلى الملف الثالث في حلقتنا لهذا اليوم، ونتجه إلى محافظة القادسية، حيث تشهد مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية جنوبي العراق منذ أيام تشهد احتجاجات وتظاهرات حاشدة ضد المحافظ زهير الشعلان أمام مجلس المحافظة، وطلب المتظاهرون المحافظ بالاستقالة من منصبه بسبب الفشل وسوء الإدارة والفساد المستشري في المحافظة. وردد المتظاهرون شعارات تطالب المحافظ بالاستقالة من منصبه. وكالعادة لاقت القوات الحكومية هذه التظاهرات السلمية بالاعتداء والضرب للمتظاهرين من أجل منعهم من التظاهر وإسكات أصواتهم المطالبة بالحقوق. مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي في العراق لاعتداء القوات الحكومية على متظاهري الديوانية المطالبين بإقالة المحافظ زهير الشعلان. فلنتابع. هاي شوف شو القوات الأمنية، شوف شو تعتدي، شوف بسلاحة يرمي ويقول اعتدي عليكم. ما قلت لك هذول قتلت الشباب، هذول قتلت المتظاهرين، شوف بسلاحة المواطن. شوفوا القوات الأمنية اتهمون المواطنين، شوفوا القوات الأمنية. هدي. نعم، معنا اتصال علي من بغداد. تفضل علي. مساء الخير، يا اهلا بك، اهلا وسهلا بك عيني. مساء الطمأنينة على وجهك الله يسلمك عيني، الله يحفظك ويخليك يبارك بك. على عراقنا الحبيب الله يسلمك، الله يخليك. واستاذ عمر والله العظيم ولا تهون عن الاصدقاء الباقين اللي رقت. نعم، اللي مختاره هيك نموذج. نعم، بالله سنلقيك ناس مثل حضرتكم، الله شاهد. الله يسلمك علي. تحدثنا بالملف الأول عن وفاة اللاعب حيدر عبد الرزاق، الملف الثاني كان عن الكهرباء، بعدنا ما كملنا موضوع الديوانية. والله استاذ، طبعا حيدر عبد الرزاق لاعب دولي راقي، هو شبقه ان استاذ هي بلشوا بينا بكارون نعم، وبناظم شاكر الله يرحمه وراء علي جاسم. يعني شيء بدا يفتقد عندنا العراق الطعم، بدينا نفقد الطعم. يعني راح الساد ومردتني هاي المره مسامه من الطارميه، كلش مردتني، الله شاهد ورقيب. شنفسر علي بانه لاعب دولي بحجم حيدر عبد الرزاق يضرب في بغداد؟ ما ظلت يقول لك ذولا مجهولين. الساد عمر، هو هاي احنا قضينا حياتنا على قولتك، انت اجيت سبق يعني قبل ده. نعم، صور دائما اتابعها، يعني اذاعه موقره ومحترمه ومثلث الشيء الحقيقي، مو مجامله. نعم، الله شاهد الرافدين، شيء حقيقي وداعت اولادك والناس. الله يسلمك. احنا استاذ بدينا نقول المجهول هاي الى متى هي بزونه بالشارع تندعم ويطلع. نعم، هاي المهزله اللي احنا بيها فالتون اللي ما تحس بيه كافي، مالكم سيطرة على الدولة. عمي انطوها الناس الأهل، انطوا الشيء لأصحاب، انتوا ما تقدرون بس نعم وبس. الله شاهد، وتعال باوحهم المهزلة مالتهم، المعارك بالبرلمان هم والتيارات والحكمة والصدري والمدري منه. نعم، مهزلة استاذ عمر، بالقرآن حياتنا مهزلة، ترى احنا دروح ودنجي العراقيين. زين، بالنسبة لموضوع الكهرباء علي،
يعني صرفوا أكثر من 80 مليار دولار من عام 2003، وكل سنة يطلع علينا مثلا وزير كهرباء أو مسؤول يقول لك لا هذا الصيف راح يتم تجهيز الكهرباء بشكل كامل للمواطن العراقي، والمواطن العراقي ما يلقى هاي الكهرباء. استاذ عمر شايف واحد لازم، مع احترامي لك وللسامع طبعا انا بدي احكيها بعد هي ما تتحمل، شايف واحد لازم قربه مزروفه وينفخ بيها؟ والله لكن العراقيين يعني هيجي هيجي بساطه وهيجي رخاوه لاقي عند العراقيين ويكذبون يوميا ويحكمون على العراقيين. انا سمعت هذا وزير الكهرباء هذا جاي يحلم، وزير الكهرباء ترى مو حكي هذا، هذا هو هسه قاعد على الكرسي جاي يتكلم عين واحد حلمان. وانا كنت فيلم انت ليش هاي قبل شهر الكهرباء تطلع 100 على 100؟ ليش انت من بدا حمل الجو؟ والله العظيم تعال باع استاذ انا طبعا حاجيك من قلب العظميه. نعم. يعني من بغداد. نعم. من شارع عمر بن عبد العزيز. الله شاهد الله شاهد الكهرباء يمنى الامبير ب 25000 وزبتيتيشن زبتيتيشن. الله شاهد انا جاي حاجيك يعني اخو. نعم حياك الله علي. الانبياء والاولياء تعال باع استاذ تجربه تاعك. الله يعينكم الله يعينكم. أنا أشكرك علي من بغداد كان معنا. دعونا نعود إلى ملف محافظة القادسية. في لقاء على إحدى الفضائيات قال زهير الشعلان محافظ القادسية ردا على المطالبات المتكررة بتوفير فرص عمل وإنجاز المشاريع في محافظة القادسية ودعم الفلاح وصرف مستحقات المحافظة على أبنائها، قال زهير الشعلان قال دوري كمحافظ هو نفس دور العرض حلشي بحسب تعبيري في محاولة، قال عراقيون في محاولة للتنصل عن المسؤولية وتبرير الفساد المستشري في مجلس المحافظة. دعونا نتابع هذا التصريح لمحافظ القادسية زهير الشعلان. المحافظة هنا أنا بها الجانب هذا ما دامت كل الأمور ربما بحسب ما تتحدث أنه هي ربما خارجة من سيطرة المحافظ، يعني لا تقدر تسيطر على الأموال وميزانية المحافظة ولا تقدر تسيطر على قضية المشاريع اللي تتعلق بالوزارات المشاريع الوزارية. إذن هنا توين دوركم، يعني شنو اللي ممكن أن تحلوه من المشاكل اللي تعانيها المحافظة؟ هسه احنا قبل ما ننتقل إلى ملف آخر حكينا على الزراعة ومشاكلها، المشاريع المتركية ومشاكلها، عندك البطالة يمكن هي من أكثر الأمور أو المشاكل اللي تواجهكم. هسه أنت كمحافظ مسؤول أمام المواطن، وقلت أنت لا الفلاح يباوع على وزارة الزراعة ولا على وزارة الموارد المائية ولا العاطل مثلا يباوع على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الكل تباوع على المحافظ. شنو المتاح لك أنت لحل أغلب المشاكل اللي حكينا عليها؟ خصوصا مثلا البطاله الزراعه بالله افتهمنا شنو قضيتها. عرض حاكي، تعرف عرض حاكي شنو؟ زين اللي هو يكتب العريضه سواء للقاضي لمدير دائره اللي هم ابواب الدائره، احنا وسيله لرفع التقارير الى مجلس الوزراء وننتظر رأفة الناس على هذه المحافظه. رد العراقيون بتفاعلهم لتصريح محافظ القادسية. حسن الرماحي قال والله ما عنده كرامة، كان استقال وخلى عنده كرامة كما يقول حسن. أحمد الباشا يقول يعني شغلة سهلة بمكان أي واحد يصير بمكانك، تشلبت تطلع دمرت المحافظة يقول أحمد. أبو علاء يقول والله الديوانية محافظة منكوبة، تعال شوفوا أحياء الصدور الأربعة، لماذا هذه التبريرات؟ نريد عمل لا كلام، سيارة المحافظ كلها خراب، ماكو شارع نظيف، والمشكلة بها محافظة يعرف كل شيء، محافظ يعرف كل شيء بالديوانية. هاشم قاطع السعيدي قال كمواطن من حقي أسأل، موازنة الديوانية لعام 2021 بلغت 730 مليار دينار، وينها وين انصرفت؟ وكل الديوانية تسأل هذا السؤال، هذا المبلغ المهول أين ذهب؟ نعم معنا اتصال أبو مرتضى من الموصل. تفضل أبو مرتضى، أهلا بك أبو مرتضى. تسمعني عيني أبو مرتضى؟ أبو مرتضى
نعم هناك مشكلة في خطوط الاتصالات. دعونا نذهب أعزائي المشاهدين إلى ملف الخدمات والبنى التحتية المتردية في العراق على مدار سنوات. في البصرة أحد المواطنين وثق بكاميرا هاتفه النقال واقع أحد الطرق المؤدية للشركات النفطية الأجنبية والعراقية في البصرة، وتساءل المواطن هل يعقل بأن شارعا رئيسيا ضمن أكبر حقل نفطي في العراق وبموازنات هائلة جدا لوزارة النفط العراقية لا يمكن إدامته؟ دعونا نتابع هذا المقطع. مناشدة إلى كل المعنيين، هذا شارع الشركات من بوابة كبير 20 وانت متجه للشركات الهليبرتون والباقي الشركات، مدينة يعني الطاقة، مدينة الطاقة هاي قبالكم، من مدينة الطاقة إلى شركة MBS، هذني الشركات كلهن شركات عالمية ولا شركة بيهن ما تقدر تبلط هذا الشارع، إضافة إلى الحكومة، يعني لا حكومة محلية ولا شركات. وبصراحة سياراتنا هلكت تعبت، إحنا موظفين هنا بالشركات، بالله الكريم ما بقت سيارة صاحبة من وراء هذا الشارع، وإذا أريد نمشي بيه نمشي بيه 5 أو أقل أو 10، يعني ما يصير، لازم أحد يشوف حال، لازم أحد، هذا يمكن 20 مناشدة ناشدنا عن طريق الفيسبوك، عن طريق كل البرامج التواصل الاجتماعي، وشكرا. نعم نبقى مع ملف الخدمات وإلى محافظة ذي قار، حيث وثق أحد الناشطين في مدينة الناصرية مشروع إبراهيم الخليل أو مشروع السناتر السكني والتجاري في الناصرية. هذا المشروع بدأ العمل به منذ عام 2013 وإلى الآن هو قيد الإنجاز، وترك ولم ينجز وتحول إلى مكب نفايات بحسب الناشط. تساءل أين ذهبت أموال هذا المشروع الذي من المفترض أن ينجز منذ عام 2013. دعونا نتابع هذا المقطع. أنا بدأ محافظة قار، خلنا اليوم أنا وين موجود؟ موجود موقع يعني في الأرض على أساس مخصصة مشروع سناتر على شارع إبراهيم الخليل على الأرض، وهذا تشوفون أنتم هاي بداخل الأرض، يعني ماكو أي عمل، مجرد مكب النفايات. راح أدخل جوا أراويكم إيش قاعد يصير جوا، وين داخل موقع العمل على أساس أكو مشروع. نريد نشوف هيئة النزاهة محافظة قار كم مرة رفعنا دعاوى بخصوص هذا المشروع، لذلك وجه رسالة محافظة ذي قار، يعني دكتور محمد أنت مو سحبت العمل من المشروع وعلى أساس حول حديقة المتنفس العوائل. هذا المشروع أدز لكم مقطع فيديو هسه راح أكمله وأوريكم شنو قاعد يصير المشروع، شنو المكان اللي تحول إلى شبه مكب النفايات وأصبح شبه بالعلوم مال الأغنام. هذا مشروع إبراهيم خليل أساس قال إبراهيم خليل، خلنا نراويكم إبراهيم خليل، هو مشروع تحول وين ها شوفوا هسه عليهم طليان، هذا مكان طليان شوفوها، يعني هذا مشروع إبراهيم خليل، هذا مشروع إبراهيم خليل، هذا على أساس مشروع استراتيجي، مشروع استراتيجي ويكمل يعني شغل هذا لا حاطه دنكر مخزن لا اكو مثل يعني عمل لا اكو، هاي احنا نريد هذا بداخل المشروع وراكم على المشروع. ها شوفوا هذا المشروع حميد الحسوني هيئه النزاهه محافظه ذي قار، هذا مشروع سناتر إبراهيم خليل. نعم نذهب الى تفاعل الجمهور العراقي مع ملف الخدمات في العراق، ومن العراقيين من علق وقال على فيسبوك: أمل قالت مع الأسف واقع حال أغلبية المناطق. أبو أيوب قال والله عيب عليك يا محافظ، هذا حال إحنا به، ما فكرت باشر تموت أو تقف أمام الله. علي كريم يقول هي كلها هيك، هذا شغل إعمار ذي قار لأن صارت بيد الحرامية وصارت فرهود. أما أبو غدير فيقول مدرسة صار 8 سنوات ما كاملة من أيام خضير الخزاعي من كان وزير للتربية. نعم ناصر من بغداد يعاود الاتصال بنا، تفضل ناصر. ناصر مرحبا استاذ عمر، اهلا وسهلا بك، يا هلا بك، تفضل. الله يسلمك استاذ عمر، بخصوص الكهرباء. نعم طبعا الكهرباء هي الكهرباء انبنت بشكل متعمد من قبل السيد حسين الشهر الثاني من كان مدير الاقوت.
أغلب المحطات إعطاء الكهرباء حولها على سلك الغاز، وهاي معلومة معروفة الكهرباء. حولها علما على سلك الغاز حتى غايته أنه نستورد الغاز من إيران. وفعلاً أنه من الخطة، لكن مع الأسف يوم الكهرباء من يوم 27/5 لليوم والله استدعم ما جت باليوم أربع ساعات نهائياً، أربع ساعات ما جت اليوم. المولدات زادوا الأسعار بنسبة 100%، يعني الكهرباء اليوم زيدوا الأمبير كل واحد 5000، زين احنا مثلاً ساحبين 5-25. فإحنا نعرف الفساد الإداري بالكهرباء سبب المسؤولين. يعني احنا بس أسأل سؤال، السيد أحمد موسى الناطق باسم الكهرباء يطلع هواية مو صادق بالكلام، مو صادق نهائيا. أنا من أشد لقاءاته أشكك إنه صدق. فمع الأسف إنه الكهرباء، يعني هي الكهرباء مو غاية إنه يحرمون من البرودة أو لا، تعطيل المعامل، تعطيل المعامل الإنتاجية. يعني أبو المعمل الخضري يستورد 100 أمبير أو 80، فغايته إنه تدمير الاقتصاد العراقي بهذه الطريقة. دمروا بالزراعة، دمروا بالمياه، دمروا بالصناعة، دمروا بيت بالراحة. يعرفون المواطن بس، يعني احنا نفس الوعود الكاذبة مع العام. السيد الكاظمي كان رئيس وزراء، إنه هو رئيس وزراء، إنه ما راح يعالج كل المعالجات. خليه يطلع بالتلفزيون يقدم الحلول. البرلمان يقول احنا مفيدين لإيران، والبرلمان يريد تصويت على الموازنة وسرقة عامة. والله استاذ عمر خاطب عن العراق انضاف من استاذ ماسه للافنديه يعني اخواننا غير صفر، مع الاسف والله. مع الاسف. انا اشكرك ناصر من بغداد كان معنا. نذهب الى انفوجرافيك لحلقه هذا اليوم. المخدرات تفتك بالعراقيين والحكومه تغض الطرف عن الكارثة كما يقول عراقيون، حيث تتفاقم ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات في العراق خلال السنوات الماضية، خصوصا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، حيث أصبح العراق سوقا وممرا للمخدرات الإيرانية وبتنفيذ أذرع إيران في العراق من الميليشيات والأحزاب. تقرير لقسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين سلط الضوء على هذا الموضوع وتبعاته في التقرير التالي، فلنتابع. لم يعد العراق ممرا للمخدرات من إيران فحسب، بل بات سوقا رائجة لها بعد أن كان خاليا منها قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003، بفضل الميليشيات الولائية المسيطرة على المنافذ الحدودية وعجز القوات الحكومية عن مواجهتها. شلون كان يدخلوك إياها؟ عن طريق سواق سيارات أو عن طريق منتسبين. لزولي كمية 5 كيلو بيد العقيد أبو المرور. ملايين الحبوب المخدرة تدخل العراق سنويا تحت إشراف مباشر من جنرالات في الحرس الثوري، عبر طرق تهريب معلومة عند الحكومة وبتواطؤ من أجهزتها، فضلا عن ميليشياتها التي تغتال كل من يعترض طريقها، حتى وصل الحال بها إلى ملاحقة واعتقال من ينفذ القانون كما حصل مع المقدم علي الشياع المالكي. جارة تمارس إرهاباً آخر يهدد السلم الأهلي بتنفيذ أجنداتها عبر وكلائها من الميليشيات والأحزاب في العراق، غير مكترثة بتبعات هذه الآفة على الشباب ومستقبلهم، وسط ارتفاع قياسي بأعداد مدمني ومروجي المخدرات في البلاد، والذين وصلوا إلى نحو 11,000 مدمن ومتاجر خلال عام 2021 فقط. إيش قد محددين نسبة الانتشار المخدرات بين الشباب العراقي كوزارة الداخلية؟ أكثر من 50% الآن. وزير الداخلية الذي دق ناقوس الخطر بتصريحاته، لم تكن وزارته بمنأى عن هذا الخطر بعد أن كشفت تقارير عن تعاطي نحو ثلث أفراد القوات الحكومية للمواد المخدرة في سابقة خطيرة لم تحصل بدولة أخرى. وفي إطار المقارنة مع الدول الأخرى، فإن العراق كان من أوائل الدول التي أصدرت عفوا رئاسيا خاصا عن تجار المخدرات، كما حصل مع نجل محافظ النجف السابق جواد لؤي الياسري. نعم، تفاعل طلبة السادس الإعدادي في العراق تحت وسم تأجيل امتحانات
السادس، طالبوا بتأجيل هذه الامتحانات. قائد غرد وقال قبل 4 سنوات بسبب ضغط الامتحانات والحر الشديد حينها توفيت الطالبة رفل بعد انفجار أوردت الدم في رأسها. هل هذا ما تريده التربية؟ كيف لنا أن نمتحن في هذا الحر الشديد وبدون كهرباء؟ وهل تضمن الوزارة عدم تسرب الأسئلة كما حدث للثالث؟ نور الدين قال طلبة السادس الإعدادي ينتفضون، كيف الوزارة تسربت منها الأسئلة أن تجري امتحانات في شهر تموز اللاهب وفي ظل النقص الواضح في تجهيز الطاقة الكهربائية؟ وكيف لطالب أن يدرس 8 فصول في يوم ونصف؟ أعيد النظر. حيدر، من منطلق الحرص على مستقبل طلبتنا نطالب وزارة التربية بتأجيل امتحانات السادس الإعدادي إلى يوم 23 من الشهر السابع كي تأخذ كل التدابير اللازمة حتى لا يتكرر ما حدث مع الثالث متوسط من تسريب الأسئلة. زهرة، بدأنا العام الدراسي بوقت متأخر وأيضا عانينا من ازدياد في حالات المتحور، وتم إعادة مادة التربية الإسلامية قبل امتحانات نصف السنة بمدة قليلة. جميع القرارات الخاطئة لوزارة التربية طبقت على دفعة 22 من الإنصاف أن يتم تأجيل الامتحانات، تأجيل امتحانات السادسة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.